كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصنع كورونا الجديد بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر في إطار خطة الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل المجالات والقطاعات خاصة قطاع الصناعة. ووجه رئيس الوزراء بالاستمرار في ميكنة مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية، لافتا إلى أن هذا المصنع يعد نموذجا ناجحا لدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري، ومؤكدا أن الدولة تدعم جهود القطاع الخاص الجاد وتعمل على توفير بيئة استثمارية مواتية له.